أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، حيث نرسل فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. جاء في موقع الهيانات باعتراف المجلس المحافظة ارتفاع نسبة البطالة في الأنبار إلى 60%. البصائر، حقوق الإنسان تطالب الحكومة بضرورة النظر بجدية إلى الاحتجاجات في البصر. ونتصفح في المدى، منظمات مدنية ومؤسسات حكومية تحذر من تزايد نشاط عصابات الاتجار بالبشر. وجاء في كتابات عصائب الخزعلي تعترف بالاستعداد لمواجهة القوات الأمريكية على أرض العراق. ونقرأ في القدس العربي، المعارضة السودانية تحشد لتظاهرة كبرى غدا وسط مخاوف من موجة قمع جديدة. وجاء في العرب اللندنية، عقود تجهيز المدارس وراء الصراع الحزبي على حقيبة التربية في العراق. ونطالع أخيرا وليس آخرا في العرب الجديد، ترامب يعد أردوغان بحل الخلافات حول S-400 الروسية، القضية معقدة. أهلا بكم. حالة ضعف وانهيار لولاية الفقيه تبدو في انتشار خطاب المظلومية على مساحة إعلام الميليشيات داخل محور دول مقاومة العروبة، بديلا عن حالة الانتشاء بالسيطرة على 4 عواصم عربية. النظام في إيران تصرف خلال المدة الماضية، أي بعد سنة من الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، وكأن الولايات المتحدة بصدد احتلال إيران بالقوات البرية وما يساندها من البحر والجو، وهي بهذا التأويل وضعت أذرعها السياسية والميليشياوية في ساحة حرب وفق آلية الإنذار في خطوط الدفاع الأولى لحماية ولاية الفقيه، مما عرضها إلى السقوط في مصائد أخطاء متتالية فاقمت من تشكيل تحالفات ضد تمدد الإرهاب الإيراني ومخاطره على السلم المجتمعي في المنطقة والعالم. هذا مقال للكاتب حامد الجيلاني في صحيفة العرب اللندنية. إيران لا تريد الحرب، الولايات المتحدة لا تريد الحرب، دول المنطقة لا تريد الحرب، وكذلك العالم. إلا أن النظام الإيراني ما زال يقايض برنامجه النووي بالإرهاب والتوسع على حساب العرب، بل إن تهديداته في مضمونها لا تتوجه إلى الولايات المتحدة، إنما إلى إحراق المنطقة بالصواريخ الباليستية من ميليشياته وحرسه الثوري، وذلك بعض حصاد إيران في فترة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. النظام السياسي في العراق يتجاهل أن الحرب الإيرانية مستمرة ضد المناطق المحررة من تنظيم داعش الإرهابي، وأن الحرائق التي وصلت إلى شركة كبريت المشراق إنما هي نسج على منوال أيام سبقت احتلال داعش للموصل لصيد أكثر من هدف بحجر ميليشيات الحشد الشعبي، أولها استمرار الإبادة والقضاء على آخر أنفاس العروبة في الموصل وعلى بقايا التعايش في العراق، وثانيها اللعب على وتر تنشيط الإرهاب لإعادة التموضع مع أهداف التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة. من هنا تحضر المخاوف وراء ما تتعرض له الموصل من تغيير ديموغرافي ومصادرة أملاك في مبررات متطابقة وربما أبلغ أثراً من الممارسات قبل هزيمة قوات حكومة نور المالكي وتسليم الموصل دون قتال إلى تنظيم داعش. يضيف الكاتب، إيران تهدد أوروبا بانتهاء مدة شهرين لرفع مستوى تخصيب اليورانيوم، وترسم خرائط جديدة للمنطقة تستبدل فيها أسماء الدول في الخليج العربي إلى مسميات من هوس الأحلام الإمبراطورية، وتؤدي ما خططت له من أدوار لتبدو عند تلقيها أي رد فعل وكأنها تصد العدوان دفاعا عن نفسها، وهذا ما فعلته في الحرب مع العراق بداية الثمانينيات من القرن الماضي. ولنا من دروس تلك الحرب وإطالة أمدها وخسائرها ما يفترض أن يكون دليلا لردع النظام الإيراني وميليشياته إلى الأبد. جاء في موقع كتابات، الرئيس برهم صالح منذ أن دخل القصر الجمهوري المسمى بقصر السلام وهو مسافر لا يكل ولا يمل ولا يعود من سفر إلا وهو مزمع على سفر جديد، طبعا بحثا عن السلام،
وحالما بالأحرى بعدم السماح بجعل العراق ساحة صراع بين جارة إيران وبين خصومها المتحدين. والحقيقة أن هذا كان سيكون موقفا سياسيا سياديا مخلصا ووطنيا مهما ومحترما جدا يسجله التاريخ للرئيس لو كان العراق ما زال بكرا ومستقلا وغير محتل ولا منتهك الحدود والحقوق والكرامة في نفس الوقت، وليس له مالك عتي قوي وعليه. والأهم أنه كان وصيا ووكيلا وسيكون جهدا مثمرا ومؤكد النجاح لو أن جارة إيران قررت بصدق ونية صافية حقيقية ليس فيها شيء من تقية أن تعود إلى رشدها وتعترف بذنبها وتبدي استعدادها للتوبة عن التدخل في حياة الآخرين، وفق مقال نشره موقع الكتابات لإبراهيم الزبيدي. وسواء كان زيارات الوساطة التي يقوم بها الرئيس برهم صالح للعواصم العربية والإقليمية والدولية بطلب من إيران أو بدون طلبها، فإنه ينفخ في قربة مثقوبة ويحلم بأن تطير العنزة أو يبيض الديك. فجولاته المضنية الباهظة أثمانها عبث ليس له نهاية ومضيعة للوقت وللجهد والمال وماء الوجه دون ريب. فالواقع الذي مل الشعب العراقي من تكرار شكواه من قسوته ومرارته هو أن مندوب المرشد الأعلى علي خامنئي الحاج قاسم سليماني هو رئيس جمهورية العراق، وهو رئيس وزرائه ورئيس برلمانه ومحرك وزرائه ومدرائه وسفرائه، وهو قائد جيشه وشرطته وأمنه أجمعين، بل حتى الفراشون وخدم القصور الرئاسية والوزارات والبرلمان والبنك المركزي والإذاعات والتلفزيونات والجرائد والملاهي والبارات ومخازن المخدرات منصبون من قبل حضرة المندوب السامي الإيراني المفدى. ولا خيار لمن يريد أن يجلس على كرسي حكومي مذهب لكي يملأ جيبه وجيوب أبنائه وإخوته وأصهاره بالقناطير المقنطرة من المال سوى أن يجلس عليه بلا عينين ولا أذنين ولا لسان، ويكون إيرانياً أكثر من الإيرانيين، أو أن يبعد عن الشر ويغني له. الكاتب يقول: وفي رأيي المتواضع أن الرئيس برهم صالح بما له من صلاحيات ونفريات مالية هائلة ومؤهلات ثقافية وعلمية وإنسانية وأخلاقية لو وفر وقته وجهده وتفرغ لرعاية مؤسسات الثقافة والسياحة والفنون وملأ شوارع العراق وساحاته وحدائقه وشواطئه بالزهور والرسوم والتماثيل وفرق الموسيقى والرقص والغناء لزرع بعض أمل في نفوس أهله العراقيين المهمومة وفي قلوبهم المكلومة، فذلك أنفع له ولنا وللرئاسة ولجيرانهم القريبين والبعيدين أجمعين. أن مسؤولين أمريكيين خلصوا إلى أن الهجوم بطائرات مسيرة على صناعة النفط السعودية في شهر مايو أيار الماضي كان مصدره العراق وليس اليمن، مما دفع مسؤولين عراقيين لمطالبة واشنطن بمزيد من المعلومات والأدلة التي تدعم هذا الزعم. قالت الصحيفة إن مسؤولين أمريكيين مطلعين على معلومات المخابرات بشأن الهجمات التي تمت بطائرات مسيرة في مايو، قالوا إن مصدرها جنوب العراق، موضحة أن ذلك يشير على الأرجح إلى فصائل بالمنطقة مدعومة من إيران، في إشارة إلى بادية السماوة بمحافظة المثنى الحدودية مع السعودية والواقعة على بعد 200 كيلومتر جنوبي بغداد. ووقع الهجوم على خط الأنابيب شرق غرب الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط في المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، وتصل قدرة خط الأنابيب إلى 5 ملايين برميل يومياً. ويرتبط العراق بحدود برية مع السعودية تبلغ أكثر من 800 كيلومتر تبدأ من محافظة الأنبار غربي العراق المقابلة لعرعر السعودية، وتنتهي بمحافظة المثنى الحدودية مع البصرة والمقابلة لمنطقة رفحاء السعودية، وهي منطقة صحراوية قاحلة غير مأهولة في الجانب العراقي تعرف باسم بادية السماوة، وتعتبر منطقة نشطة لعمليات تهريب النفط
وتمركز الفصائل المسلحة خاصة في منطقة نجرة السلمان. طبعا في مؤتمر صحفي قال عبد المهدي أن الأمريكيين تحدثوا عن انطلاق الطائرة التي استهدفت الأراضي السعودية من الأراضي العراقية، لكن كل أجهزتنا الاستخبارية وكل قواتنا لم ترصد ولم يثبت لها هذا الشيء. جاء في عربي 21 من جديد: عادت للواجهة جدلية السعي لإقرار نشيد وطني جديد للعراق على اعتبار أن النشيد الحالي ليس عراقيا، وفي ذات الوقت لا يريد الساسة العودة للنشيد السابق لأنه يمثل جزءا من موروث النظام السابق، وكأنهم يريدون اجتثاث الإنسان والزمان والمكان والتاريخ والذكريات والآداب، وهذا انتقام أسود وليس تغييرا بحسب الكاتب جاسم الشمري في مقال له نشره موقع 21. نحن متفقون على أن البلاد بحاجة لنشيد وطني، وهذا عرف دبلوماسي لا يمكن تجاوزه، ولهذا خلافنا ليس على النشيد بل على الأولويات المفترض ترتيبها في المشهد العراقي المربك، وهي المشكلة العراق الكبرى هي معضلة النشيد الوطني، وقد حسمت بقية المشاكل الأمنية والاقتصادية والخدمية، ولم يعد لدى الحكومة والبرلمان إلا عقدة النشيد. في عالم السياسة هنالك أولويات للقضايا التي تعالجها الحكومات، والأولوية دائما تكون للأمن الغذاء والدواء والسكن، وتؤجل القضايا الثانوية في المراحل الحرجة، والعراق من البلدان التي صارت قضية النشيد الوطني فيه سببا للعديد من الأزمات السياسية، ولم يفلح ساسته كما هي حالهم في جميع القرارات في الاتفاق على نشيد وطني جديد للبلاد. اليوم وبعد مرور أكثر من 6 سنوات لم ينتهي الجدل النيابي حول النشيد الوطني الجديد، وما زالت ذات الأزمات لم تحسم، وهذا يؤكد المشاسكات والمناحرات السياسية التي لا نهاية لها في كل مسألة وقرار وموقف. القضية التي لا نختلف عليها هي حفظ حياة العراقيين وصحتهم وأمنهم وسلامهم ولقمة عيشهم، وعدا ذلك كلها مشاكل ثانوية يمكن تأجيلها وحلها فيما بعد. تأملوا الواقع الحقيقي واعملوا على توفير الحماية والكرامة والخدمات للمواطنين، ثم بعد ذلك ليكن النشيد الوطني أي نشيد كان، حتى لو كان دقيقة صمت واحدة ربما تختزل وتختزل بثوانيها صرخات ضحايا العراق وذويهم الذين غدرتهم آلة الحرب الأجنبية ونحروا بسكاكين أبناء جلدتهم، نعم أبناء جلدتهم، وتفرقوا في أرجاء المعمورة وما زالوا في حالة تيه قاتم. يبدو أن الرئيس الأمريكي ورهطه تصور ورشة البحرين عصا موسى التي التهمت أفاعي السحرة وقصر مهمتها على الشق الاقتصادي، ومع قضايا الكبرى والمصيرية المؤرقة للضمير الإنساني لا تؤخذ بالخفة التي يتعامل بها ترامب مع قضايا العالم، وخفة التناول تعبر عن سطحية الفهم وقصور الاستيعاب وضحالة المعرفة، ومن أجل فهم طبيعة صفقة القرن التي تتناولها الورشة يجب التعرف على من أعدوها ووقفوا وراءها، وهذا ما بيّنته صحيفة ديلي إكسبريس عن صفقة زواج إيفانكا ترامب من جاريد كوشنر. طبيعة صراعات الوجود والإرادات كالصراع العربي الصهيوني تضرب بجذورها في عمق التاريخ والوجدان العربي والإسلامي، وما كان لها أن تؤخذ بخفة من شخص عنصري لا تؤهله خبرته في مجال تطوير المباني للتعامل مع ملف على درجة عالية من الخطورة المهددة للسلام والأمن الدوليين، وتصور أن نجاح خطة صناعة عدو بديل تمكنه من عزل القضية الفلسطينية والعمل على تصفيتها نهائيا مع استمرار توجيه الأنظار وتصويب قوة النيران صوب إيران. ومهما كان الخلاف مع إيران فإن الغالبية العظمى من دول العالم تعتمد الحوار والمفاوضات وتتجنب الاشتباك العسكري ما استطاعت،
انتهت ورشة الازدهار من أجل السلام بعبارات مرسلة وغموض شديد، وظهرت في صورة مهرجان غاب عنه نجومه وأهمهم نجم فلسطين الساطع والملهم لأحرار العالم. الكاتب يضيف: وانتهت ورشة الازدهار من أجل السلام بعبارات مرسلة وغموض شديد بعد يومين من الحفاوة والعواطف والغزل الزائق في التطبيق والتطبيع والصهيانة، وظهرت الورشة في صورة مهرجان غاب عنه نجومه وأهمهم نجم فلسطين الساطع والملهم لأحرار العالم برمته. وجاء الحضور العربي الهزيل تأكيد الانتصار الواعي وهزيمة قوى الدمار والفوضى والعدوان والعنصرية. جاء في الشروق الجزائري: الظاهر أن الضربات الموجعة التي تضامن في توجيهها الحراك ومؤسستي الجيش والعدالة لبؤر الاستيطان الفرنسي بالدولة الجزائرية وفي جزء من المشهد السياسي والجمعوي والإعلامي أنها باتت تؤتي أكلها، ويضيق بها صدر فرنسا التي لم يتردد إطلاق رئيسها على هامش لقاء 5+1 في توصيف الوضع القائم بالجزائر على أنه أزمة سياسية لا ينبغي أن نخفيها خلف إصبعنا، على حد تعبيره ووصفه، ولعله يعني الأزمة البنيوية التي نشأت مع الحراك في مستقبل العلاقات بين الجزائر وفرنسا ومصير الأذرع التي كانت توظف في تأمين المصالح الفرنسية وتؤثر التأثير الكبير في مختلف القرارات السياسية. هذا مقال للكاتب حبيب راشدين في صحيفة الشروق الجزائرية. للأمانة وجب تفهم حسرة الرئيس الفرنسي وتقديره المحبط للموقف، لأن نتائج الحراك الشعبي قد جاءت حتى الآن بما لا تشتهيه سفن فافا وحزبها العتيد الذي كان قد أعاد الاستيطان والتموقع على هامش المرحلة الانتقالية بعد توقيف المسار الانتخابي في تسعينيات القرن الماضي، والتي سمحت له بإعادة انتشار أدوات النفوذ في كثير من مؤسسات الدولة بما فيها مؤسسة الجيش ونشوء إمبراطوريات كامبرادورية نافذة حتى صدور آخر خطاب لرئيس الأركان من بشار وصدور فتوى المجلس الدستوري التي مررت التمديد بيسر للمرحلة الانتقالية الدستورية. كان الموقف الفرنسي حذرا جدا، وقد امتنع الساسة الفرنسيون عن التعليق على الأحداث خشية تفويت الفرصة على من يقاول بضراوة لمرحلة انتقالية خارج الدستور تضمن لأذرع حزب فرنسا ومشتقاته في المجتمع المدني والإعلامي فرصة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وهي تعلم أن الذهاب إلى انتخابات رئاسية ليس فيها نصيب لموالاتها في الحزبيات العلمانية، سوف يمنح الفرصة لتصفية البؤر الاستيطانية الفرنسية فيما هو في العرف الفرنسي أهم من المال والأعمال، بتطهير مؤسسات الحكم من أعوانها الذين حولوا الجزائر إلى أول بلد فرانكفوني بعد فرنسا بتمويل جزائري صرف. الكاتب يقول: يمكن إعادة قراءة التصريح الأخير لماكرون على أن الوجود الفرنسي في الجزائر يعيش أزمة لا يمكن التستر عليها خلف الإصبع، وقد حوله الحراك الجزائري إلى عقلة الإصبع. بعيداً عن السياسة، قام فريق بحثي من معهد الأبحاث الكوري للمعايير والعلوم بصناعة نوع مختلف من الثلج في درجة حرارة الغرفة، ونشرت دورية BNIS نتائج التجربة التي تقول أن الفريق تمكن فيها من تطوير آلية يمكن لها خلق ضغط أكبر من الضغط الجوي بحوالي 5 ملايين ضعف من أجل التحكم في تطور هندسة بلورات الثلج أثناء تجمدها. ويمكن للثلج في الحالة الطبيعية أن يتحول إلى أكثر من 10,000 شكل بلوري مختلف، ويحدث ذلك بسبب تنوع آليات التحول من الصورة السائلة للصورة الصلبة، ويعتمد على معايير عدة غير واضحة تتعلق بانتقال الحرارة والمادة داخل الجليد وكذلك بالظروف الخارجية واضطرابها
لكن بحسب الدراسة الجديدة يمكن بسهولة التحكم في ذلك وضبط منظومة الجليد البلورية بحيث تنمو شيئا فشيئا في صورة منتظمة وثابتة. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير. إلى اللقاء.